ونتحول الآن لمتابعة أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أبرز الأخبار وزميل رجائي رمزي، إليك رجائي. شكرا ليلى، شكرا محمد. أخبار مشاهدين المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 53.3 مليار جنيه، وذلك خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى تقريبا ما يربو من 1 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 5.1%. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 8.35%. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمتساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.39%. فيما سجل مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان صعودا بنحو 2.47%. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت 8%، حيث أعلنت موسكو خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام وأيضا الوقود من روسيا. ارتفعت العقود الآكلة الخام برنت بنسبة بلغت 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.1% إلى مستوى 79 دولار و 72 سنتا. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.93% لتصل إلى مستوى 2 دولار و86 سنتا للتر. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 3.46% لتسجل 2 دولار و51 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اتسع العجز التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ليسجل مستوى قياسيا في الربع الأخير من 2022. أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء تضخم العجز في الميزان التجاري للسلع ليصل إلى 32.9 مليار جنيه استرليني في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، ما يعد أكبر فجوة تشهدها البلاد منذ بداية رصد البيانات في العام 1997. يتزامن ذلك مع تسجيل الواردات من الاتحاد الأوروبي مستوى قياسي بلغ 82 مليار جنيه استرليني، بينما بلغت الصادرات 49.2 مليار جنيه استرليني. قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، قالت إن مجموعة العشرين تدرس إمكانية وضع تنظيمات مشتركة للعملات الرقمية. وأضافت وزيرة المالية الهندية أنه نظرا للتكنولوجيات المتطورة والمرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فإنه يتعين على الدول مناقشة الحاجة إلى تنظيمات بعينها. وتستضيف الهند اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين هذا الشهر. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى الزملاء محمد وليلى، إليكم. شكرا لك يا رجائي.